من اجازته الكابتن ابراهيم صلاح نجم المقاولون العرب اللي استمر مع الفريق 4 سنوات قبل ما تنتهي الرحله، وطبعا قبلها النجم الدولي ونجم نادي الزمالك السابق. كابتن ابراهيم اهلا بيك، منورنا. ازيك؟ عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله، وحشني ومبسوط ان انا بسمع صوتك. وحشني كتير. وانت كمان. انا اكتر، اتمنى ان شاء الله في اقرب فرصه في موجود مع حضرتك اتكلم في حاجات كتير كده، ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله. بإذن الله لحد ما نتقابل، لأن المكان أكيد ده مكانك في أي وقت. عايز أعرف يعني رحلة كانت ناجحة مع المقاولين العرب، انتهت فإزاي انتهت؟ حضرتك كنت معاك دلوقتي اكتر حد انا بحبه، يعني اكتر حد ممكن احبه واحترمه كانت أوليك كلها باشمهندس محمد عادل، الشخصيات الكبيرة جدا اللي الواحد بيحبها. بس هو بس في حاجة بسيطة عايز أقولها، إن أنا أصلا كنت جددت مع نادي المقاولين، كنت يعني جددت؟ أنا مضيع عقود جديدة مع نادي المقاولين. امتى؟ بعد كده بقى حصل غير كده شهر تاني. من شهر، ايه اللي حصل بقى؟ لا ما اعرفش بقى، هو في حاجات كتير بقى حصلت انا مش فاهمها ولا اعرفها، يعني عموما كده انا بحترم باشمهندس محمد ونادي المقاولين احترام كبير جدا، فمش هقدر اتكلم في اي حاجه خالص. الكابتن عادل كان بيقولي من شويه انه يعني الاصابات ممكن تكون اثرت على المستوى شويه، فده كان انا ما اتصبتش خالص، ما جاليش ولا اصابه خالص انت غيابك عن الحمد لله، الماتشات يعني الموسم اللي عدى ده ما كانتش لاصابات خالص. بتبقى حاجه كده. لا لا كانت في وجهه نظر الكابتن عندك، يعني الكابتن وجهه نظر فنيه مفهوم. الكابتن عماد النحاس هو صاحب القرار الفني بانه خلاص. بالظبط كده، عشان عشان يعني ايه، عشان نقفل الفرصه دي خالص، الكابتن عماد صاحب القرار يعني. مفهوم. واللي عايز لكن لا في صعوبه عشان مصلحه، وانا يعني احترام طبعا كل ده، وكان ممكن اتكلم من بدري واتكلم في حاجات كتير، لكن انا طبعا احتراما للمكان اللي انا كنت موجود فيه واحتراما للبشمهندس محمد عادل، انا يعني طلعت من المكان برضه بكل الشياكه اكيد. وعلاقتي الجماهير كلها الحمد لله، يعني مش عايز اقول لك 30 لاعب بيكلموني ازاي وبيتكلموا علشان ازاي وبيعملوا كل حاجه ازاي، بس الطريقه بس اللي اتعلمت بيها في الاخر دي هي اللي مش كويسه، وهي بعيده عن الباشمهندس محمد عادل خالص. مفهوم. اتكلمت مع الكابتن عماد النحاس او اخر مره اتكلمته امتى لما عرفت لا لا القرار؟ خالص خالص، ولا بس لا لا ولا بتكلم ولا بتكلم ولا اي حاجه خالص. انا قبلت القرار، واللي بلغني من الاداري تقريبا، ودي حركه برضه مش كويسه، كان ممكن حد يتكلم معايا كويس او بطريقه احسن من كده، او اي حد من الجهاز الفني، لكن الموضوع جه عن طريق الاداري بس بلغني دي، وهو ده اللي زعلني برضه. بس انا طبعا الحمد لله انا خبرتي كتير قوي ان انا صح. اعرف اتعامل مع المواقف اللي زي دي، فالحمد لله يعني 4 سنين قضيتهم بكل احترام من اصغر حد لاكبر حد جوه نادي المقاولين، هتساله يعرف انا اتعاملت ازاي بتعامل ازاي. الحمد لله 4 سنين عدوا من غير لا مشكله كبيره ولا صغيره ولا لعب ولا اعاد ولا حاجه. طيب اضافه كبيره. بشكر الباشمهندس، بتشكر الباشمهندس عادل وكل اداره النادي. اضافه كبيره لاي نادي، ده راي اي متابع الحقيقه للكره المصريه وراي المهندس محمد عادل نفسه معانا. فعايز اعرف ايه اخبار العروض وايه وجهتك اللي جايه يا كابتن ابراهيم؟ هو انا لسه من اول امبارح بس الموضوع ده انا عارفه، وانا بس عشان في اجازه، لكن الحمد لله الواحد ماشي في كذا الاتجاه، بقعد اشوف الانسب ليا. لو انا جيت في وقت كنت حاسس ان انا مش هقدر كنت هقعد خالص مش هكمل، لكن انا الحمد لله يعني بشهادتي الجامعيه جوه النادي انا اكثر واحد بتمرن، اكثر واحد بجتهد، بعمل اللي عليا، ظابط كل حاجه في حياتي، ظابط تمريني، ظابط كل حاجه، فانا حاسس نفسي ان انا اقدر ادي، فاشوف المتاح بالنسبه لي ايه، واشوف الانسب ليا ايه، وربنا كاتبه لي ان شاء الله يكون خير. بإذن الله. لكن لسه ما فيش في ايديك حتى الآن عروض من الأندية في الدوري، لأن القصة لسه ما عداش عليها يومين. لا في عروض بس يا لا لا هو في يعني في كلام بدأ يتفتح، لكن ما فيش حاجة بشكل رسمي، يعني أنا أقصد ما بتكلمش غير لما يكون الموضوع بشكل رسمي مفهوم. فأقدر أتكلم يعني. مفهوم. طيب يعني خلينا اسالك على المنتخب بكره، شايف ازاي مشواره في التصفيات بعد ما كسبنا ماتش انجولا وانت نجم دولي؟ شايف ازاي الاداء وكمان الزعل شويه من مستوى المنتخب؟ انت عارف احنا الشعب المصري بيحب الكوره، دايما متابع وبيتكلم في كل تفصيله، وعايز يعرف مين اتضم ومين ما اتضمش ومين لعب ومين ما لعبش ولا كويس وحش. احنا الشعب المصري كده، لكن اعتقد بالورقه والقلم او النتائج احنا حققنا المفروض 3 نقط مهمين، وان شاء الله بكره نقدر نحقق نتيجه ايجابيه وبنسبه 90%، لو كسبنا يبقى احنا وصلنا
المرحله النهائيه دي، ودي الاصعب اعتقد. يعني احنا يعني احنا المثال لك التاهل من المجموعه دي صح تعدي 90%، لان ما فيش حد يجارينا في المستوى يعني ان شاء الله. لكن المهم بعد كده الماتش اللي هو بيبقى الماتش اللي هو الواحد اللي بيكسب ده اللي هو ده اللي هيبقى صعب بالنسبه لنا يعني. مظبوط، تركيزنا كله هيبقى عليه، لكن لحد دلوقتي اكيد احنا ماشيين خطوه كويسه. الزمالك خد الدوري في 2015 في وجودك، وبعدها بخمس سنوات بيتوج بالدوري من جديد. شفت ازاي تتويج الزمالك بالدوري بعد غياب؟ لا انا شفت ولا حق بالتتويج يعني عموما كفرقه ومستوى فني. اعتقد ان الزمالك اقوى فريق في الدوري المصري، عنده عناصر بالذات الخط الهجومي، عنده عناصر مميزه جدا، عنده كمان لعيبه حالتها البدنيه وخبرتها ولعيبه دوليه كتير تقدر تساعد ان هو يحسم ماتشات كتير، وده اللي حصل. شفنا ماتشات بتخلص في الاوقات كتير، واخر مباريات بعد المعسكر اللي عمله في اسكندريه كسب كل الماتشات. فاعتقد ان الزمالك الاحق. ايوه، وده اكيد حاجه ما تزعلش حد، حتى ناس كتير من الاهلاويه مقتنعين ان الزمالك حق بالدوري انه فريق قوي. كابتن ابراهيم انا بشكرك جدا، هستناك ان شاء الله بعد الاجازه تنورني، ونكون كمان ساعتها بنبارك لك انتقالك لنادي جديد وتبدا رحله جديده من تالقك المستمر في السنوات الماضيه. شكرا ليك، نورتنا كابتن ابراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب السابق ولاعب الزمالك الاسبق في تصفيات